أمي توفت الله يرحمها تجوز عنها، هي كانت عملت عملية وتوفت في، يعني جات على البيت، أذن المغرب قبل اللي صليته. ايوه إحنا علشان نشوفها أذن العشاء وإحنا موجودين، ايوه فهي زي يعني كان أزواجنا معانا، وهي زي تحت مثلا تقوم تصلي، وهي فقامت مجرد ما الناس نزلت قامت تتوضأ تصلي العشاء، ينزل وهي خارجة ربنا سبحانه وتعالى أذن للمسلمين سكرات وخروج روح الله يتجاوز عنه ويغفر. هو كده يعني صلاة العشاء فيها شيء ليها نقدر يعني، يعني خرجت روحها ولم تصلي العشاء مثلا، أيوه بالظبط كده، لكن هي كانت صلت المغرب كله بفضل الله، بس وكان فاضل صلاة العشاء. أليس وقت العشاء بممتد إلى الفجر؟ لا عليه، لا شيء عليها ولا احنا نعمل شيء ليها، خلاص ولا تعمل خلاص. شيء ولا جزاكم شيء. الله خير، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وياك الله يسلمك، مع السلامة. الله يسلمك.